شوربة البروكلي والبطاطا، كوب من البروكلي، كوب من البطاطا، ربع كوب من البصل، ربع كوب من الكريمة، وبدنا كمان لتر من مرق الدجاج، أكيد بدنا ملح، وبدنا شوية من الفلفل الأبيض. ونبدأ في تجهيز قلية مكونة من الزيت أو الزبدة والبصل. طبعاً بدي أحكيكم شغلة عن الشوربات. الشوربات عدة أنواع، وفي منها أنواع اللي هي الكريم سوب، فينا الكلير سوب. الكريم سوب يعني أي شوربة بتكون طرية، يعني فيها سوري مش طرية، فيها بتكون ناعمة، بتكون ناعمة أو مضروبة بالخلاط. وطبعا هاي الشوربات اللي هي طبعا أساسا للمطبخ الفرنسي. والكلير سوب اللي هو بياخذوا، يعني بتكون هي الشوربات الواضحة. الشوربات الواضحة اللي هي بناخذ بس احنا هالنكهة الطيبة ومنكملها روعة. خلونا الآن نروح على الطنجرة ونبدأ في تشويح البصل. نبدأ في تشويح البصل، اوكي، وبننزل بعديها البروكلي والبطاطا مع بعض على هب بيكو اللي احنا عم نستعمله الآن. سامعين الصوت؟ روعة. هون طبعا بدنا ناخذ هالخضار اللي هي البطاطا مع البطاطا مع البروكلي، بدنا ناخده على النار سوتيه حتى يبلش عندي يتذبل. نرجع نشوف إصابة الشوربة عندنا هون. الشوربة اوكي، مضحة ممتاز. نحركها شوي. راح نضيف الآن شوي من الملح، وراح اضيف مكعب من مرق الدجاج، وكمان شوية من الفلفل الأبيض. سامحوني الناس ألبس كفوف، خليني ألبس كفوف في الارزي اللي بتحمي ايدي وبتخلي اكلي يضل نظيف، ما لا سمح الله انه ينتقله بكتيريا او جراثيم، لانه الجراثيم موجوده بكل مكان، بدنا ننتبه. فخاصه اللحوم والدجاج النيئه والمطابخ، الاسطح دائما يكون عندنا بالبيت محلول من الماء والكلور بنسبه ملعقه صغيره لكل جالون. دائما شو نعمل فيه؟ دائما باستمرار نعقم سكاكيننا، نعقم ايدينا، نعقم كل شيء موجود عندنا. الشوربه هاي بدها تقريبا من 40 ل 45 دقيقه غلي خفيف وبسيط حتى يصير في عندي عمليه طبخ. انا طبعا اكيد مجهز لكم شوربه مطبوخه قبل ما يبدا البرنامج، بس خلينا اول شيء نغير الكفوف ونلبس كفوف ثاني ونجيب الشوربه ونجهز لكم اياها. اكيد طبعا الشوربة هاي من الشوربات الطيبة، ممكن استعمل البروكلي مع البطاطا، ليك مع البطاطا، حتى البطاطا لحالها، بطاطا وجزر، جزر مع جنزبيل. يعني ممكن انه احنا نعمل شوربات كثيرة، حتى البازيلا كمان روعة. شوفوا كيف الشوربة عندي هون، بعد غلي بصل والبروكلي والبطاطا بنعمل عملية خلط. قد ما نقدر ننعمها لازم ننعمها. وبالاخر بنضيف عليها شوية من الكريم طبعا. الله يعطيك العافية يا ابو عون، يعني والله حطمتنا ابو عون اليوم. ليش حطمتنا؟ الله يعطيك العافية. يعني انا مش عارف من هون لاخر رمضان شو راح تعمل فينا. ما ضل يعني ما ضلش عندنا سؤال ابو عون، مالوش علاقه في الشغلات هاي. الشفات والمصاحه، يعني انا بتذكر من زمان كنا نشوف دائما الشفات دائما ما شاء الله دبل اكس لارج، بعدين شوي شوي لازم يكونوا هيك، بلشوا ينحفوا. وانت عم تطبخ بتحس انه بدك تدوب، بدك ضلك عم تاكل، ضلك تدوب هون وهون وهون، ولا لا انت ما شاء الله يعني محافظ نسبيا؟ بدك كذا كسر احكي لي. طباخين طول ما هم قاعدين 24 ساعة لط، بدي اكون صريح معك. يعني صح، احنا صح وافي طبعا. انا كمان يعني اكيد يعني محل الاكلات الشهية، انا وصلت أكيد. وزني كان مرعب، وصلت وزن فوق ال 110 كمان ما شاء الله. بس الحمد لله عملت ترجيم، عملت دايت قاسي جدا،
ورياضه وايروبيكس حتى اظل محافظ على وزني. حلو حلو. طب زايد مش طيب كويس. مع الطبيخ كيف بتحافظ يعني؟ هلا انت لا فعليا يعني وانت عم تطبخ بتضلك تدوق الاكل اللي عم تاكله ولا بتحافظ على وجباتك يعني؟ طبعا انا باكل بس متوازن. باكل عند معون بالبيت. اوكي. بالشغل باكل شيء. اوكي. طب ظاهره الشفات الضخمين نفس صراحه نفس الشيء. هاي الشوربه ما شاء الله. هاي الشوربه شيء روعه، ممكن نعملها بعدة شغلات وعدة أمور يعني. روا روا شوربة. أوكي شوفوا كيف. بتحب الشوربات يا هيثم؟ والله أنا حازم حكيت لك شيف بموت على كل إشي، خصوصا يعني هالطبيخ اللي من إيديك ما شاء الله عليه. بس حكيت لي الشوربات نوعين، ما فهمت عليك بصراحة. في شوربات كلير، أنا بعرف يعني النوع اللي بنشرب هيك الزبدة والنوع اللي في المعلقة. في الشوربات الواضحة الكلير. أوكي. اللي بتكون مش كريم يعني، فيهاش بس بكون فيها نكهة يعني. مثلا شوربة الدجاج الصافي بسموها الكونسومي. تمام. أو مثلا شوربة الشعرية بس بدون شعرية. كيف هاي؟ تمام. حلو حلو يعني تقريبا نكهة. أنا بعرف الشوربة اللي هيك زي ما حكيت. أيوة. لك بالطاسة هيك وروح فيها. بعرف الشوربة اللي بسويها أمي عدس ومن من فت فيها خبز. آه والله طيبة طيبة. هي كمان عندنا شوربة البروكلي مع البطاطا